أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق المحلة الكبرى ومعاكم قناة المواشي. اليوم يوم 21/2/2023 وتعالوا نشوفوا النتايات التربية مع المعلم شريف بتاع جلين كفر الشيخ. الله أكبر. صباح الفل يا معلم شريف. صباح النور يا معلم. صباح كبر إن شاء الله. الله يعزك. انا بقول لكل المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا ومحبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحترمين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر وفي جميع دول العالم. وطبعا متعودين قبل ما نبدا العرض بنصلي على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. البخيل من سمع اسم النبي ولن يصلى عليه. عليه افضل الصلاه والسلام. ما من عبد يصلى على النبي الا واحيا الله النبي ليرد عليه السلام. عليه افضل الصلاه والسلام. لله ملائكه سائحون في الارض يبلغ النبي من يصلى عليه. عليه الصلاه من والسلام. من صلى على النبي صلاه صلى الله بها عليه عشره. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلمه تسليما. وطبعا الدعاء اللي من قاله لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. عليه الصلاه والسلام. ومعانا اربع عروض حلوين يا معلم وائل والله. يميات تحت العشر ولا يمشوا لحم؟ يمشوا كده وكده. ايه؟ يمشوا كده وكده؟ ايوه البيان دي تمشي الناحيتين. تمشي تحت نحن. العشر وتمشي لحم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كانت. اتفرج اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. اللي يشوف المال ده يصلى على رسول الله. الله هو اكبر. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الجوز ده هم طيبين لرمضان والله. لرمضان دول. بسم الله ما شاء الله. وده تطلع عيادي عجله. بسم الله ما شاء الله على عايزين اكل بس. وده هيت برضه على وش عشر تمشي الناحيتين. تمشي الناحيتين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. دي لو مسكت 10 شهرين. ايه الهداوه يا جماعه والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. الاربع حلبات سلامة هم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. دي ان شاء الله باذن الله العجله ده ايه صنعتها يا جماعه. دي ان شاء الله باذن الله تطلب في اي وقت لو طلبت تنطط عليها. صح. العجله دي لو مسكت 10 شهرين ب 35,000 وانت طالع. اللهم صل عليك. خلاص يا جماعه هي الاسعار دي. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا نطبعوا نفسنا على الاسعار ديت ما نستغلوش الحاجه. صح. دي غصب عننا لو بنزل بتحايل على الزبون عشان اشتري. الله يبارك لك. غصب عني والله. اللي بيكتب لي التعليقات ويقول لي ده غاليه قوي اقول لهم والله غصب عني انا طول عمري بجيب ارخص الاسعار. الله يبارك لك. وانت اسال مع غيري ومع غيري ومع غيري. انا ما بسمي ما باخدش غير رزق قليل وعايز اعدي. السوق بتاع المحله ده بيشتغل من امتى لامتى كده يا معلم شريف؟ سوق المحله بيشتغل من الساعه 10 بالليل. من 10 بالليل يا جماعه. مفيش اي حد خالص اهو. اهو زي ما انتم شايفين النهار طلع والسوق فاضي اهو زي ما انتم شايفين. الله يبارك لك يا معلم شريف. بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر. والعجله ديت برضه بسم الله ما شاء الله تاخد التجريعه ديت تتجرع بس شهرين شهرين باذن الله اكل كويس تطلب عشر. تطلب عشر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر يا جماعه الهداوه والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. شعر خشن. الله اكبر. الله يبارك لك يا معلم شريف. تزيد بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب قول لنا الاسعار يا معلم شريف. عظمه عريضه وقماش واسع بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. والبيام الثانيه دي تخينه. حلوه يعني. جاهزه جاهزه. اللي عايز زجاور رمضان عايز شغل رمضان الاثنين الاولانيين. الاثنين الاولانيين. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. دهيت بقى دي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. دي عجله واسعه دي هتبقى من افلح صنف البيت. اللهم صل عليك يا نبي. ودي طبعا على وش عشر على طول هي جاهزه. جاهزه يا جماعه. مع الشريطش دخلت عياده هتبقى احلى عجله برضه. هتبقى احلى عجله برضه. الله يبارك لك يا معلم شريف. بسم الله ما شاء الله. دول هيطيبوا في رمضان. هيطيبوا في رمضان هيطيبوا دول. للي عايز بسم الله ما شاء الله. للي عايز يعني فاضل على رمضان شهر كده. اللي عايز ياخد عقيقه رمضان باذن الله يعني. لحمتهم هتبقى زي الحمام ان شاء الله. اللي عايز يشترك في رمضان اللي عايز كذا والله البهايم دي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. باين جاهز. طب العجله فيهم احسن من 130 4 ترم. طب سعر لنا الاسعار كده يا معلم شريف بما يرضي الله. الاسعار وسعر نهائي برضه. بص والله انا عامل واجب للزبون. الله يبارك. العجله دي سعر نهائي يا جماعه ب 23. 23,000 سعر نهائي. بسم الله ما شاء الله. ماشي. تعالى ورا بص البهايم فخيتها عمرها قد ايه كده يا معلم شريف؟ مختومينه. الله هو اكبر. اهو بسم الله ما شاء الله. عمرها قد ايه؟ اكتر من سنه؟ ده هي ان شاء الله عمر سنه وشهرين. سنه وشهرين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بس عجله واكله مكرومه. مكرومه يعني. مكروم. الله يبارك لها. بسم الله ما شاء الله. العجله دي اي زايده 300 جنيه عن الثانيه.
بسم الله ما شاء الله 23 و300 سعر نهائي، مش هيزيد على الزبون الا المصطاد، وهنا 23 بس 23 وهنا 23 و300 بسم الله ما شاء الله. تمام، والعجله ديت 24000 الله اكبر. تمام، و300 24 و300 بسم الله ما شاء الله، مش هتزيد على الزبون الا المصطاد. الله اكبر، الله يبارك لك يا معلم شريف. والعجله دهيت سعر نهائي 21000 21000 والله احلى عرض النهارده معايا معلم وائل على الاسعار اللي انا بشتري بيها كل يوم. الله يبارك لك، احلى عرض النهارده معايا الاربع عروض دول. ربنا يبارك لك ويبارك للصاحب النصيب اللي هياخد ان شاء الله. الاربع عروض دول هيبقوا موجودين عندي في البيت ان شاء الله. الاربع عروض دول هيبقوا موجودين عندي في البيت، للي هيعوزهم يا جماعه الاتصال بالاولويه. الاولويه طبعا صح، في ناس بتزعل منه والله، الاتصال بالاولويه بالاولويه باذن الله. الله يبارك لك. وانا دايما والله كل اللي ياخد مني، انا اتعاملت مع ناس كتير، كل اللي خد مني والله ربنا كرمه ومبسوط. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. انا بحاول انزل السوق عشان اجيب في ظل الاسعار العاليه دي، بحاول ان انا اطلع اسعار كويسه عشان اللي ياخد مني ياكل عيش. عشان اللي ياخد منك ياكل عيش. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا معلم شريف بسم الله ما شاء الله. ادينا الرقم يا معلمي. 012 83 67 61 27. الله يبارك لك. المشاهدين ما ينسوش فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما ينسوش اللايك والاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان يوصل أسعار يوم بيوم. وأشكركم على حسن استماعكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك أبدا معلم شريف، الله يرزقك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم أمين. إحنا طبعا في أرض سوق المحلة الكبرى يا جماعة، بنشكر إدارة سوق المحلة الكبرى والأمن والأمان في محافظة الغربية، الله يبارك له محافظ الغربية يا جماعة، الأمن والأمان في جميع محافظة الغربية. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.